كريم تماما ده الحكم انبيني اللي صفر ولو الكوره تطلع بره من الزمالك بيلعبها الهبات اليمين من نص ملعب الجيش بيرجعها ورا لحمدي حمدي بيديها للباك الشمال نمريز نمريز ماشي وكل ده في نص ملعبه بيرجعها تاني في الوسط ولعبه طويله قدام تعدي خط السنتر لكن بيشترك جمال وبيشترك نصر وبيحلقه لكن الكره لا زالت مع فريق الجيش الملكي والمغربي بيلعب صوت قدام ياخدها الزمالك ويديها ناحيه اليمين وفاول في صالح الزمالك على دايره السنتر في نص ملعب لاعب واقع من فريق مصر جت في دماغه اصابه الفاول في دماغه هنعرف هو مين احنا قاعدين بقى على فكره اعلى حته في الاستاد من فوق في انذار اول دقيقه لاعب للزمالك اللي مدينا ظهره سعيد الجديد 15 ونمره 2 محمد صلاح الكابتن بيكلم الحكم اللاعب اهو قام هو جمال عبد الحميد جمال عبد الحميد رابط ايده بيمين جمال عبد الحميد قام الحمد لله سليم وادي ابراهيم يوسف اهو واضح ابراهيم يوسف بقول لك هو فاروق جعفر قاعدين بره قاعدين انت شايف وادي محمود سعد سعيد الجديد هيلعب الفاول اللي في النص ملعبهم لكن على حافه السنتر لسه ما لعبتهاش لعبها في النص بيلجعها حمدي على طول ترجع لسعيد طويله قدام في اوف سايد من الزمالك اثنين لعيبه في نص ملعب الجيش المغربي الكره اتلعبت بالعرض ولسه مع فريقي بيديها الباك الشمال نمريز بيطلع قدام نمريز وحد خط السنتر وجنب الخط وبيلعب للونج الشمال طويله بيرجعها سعيد اجدي ترجع للسنتر على خط السنتر بالظبط بالظبط على خط وبيرقص وماشي كويس طبعا ولعبها حلوه قوي على الشمال جمال عبد الحميد من 14 بيحلق عليه بتتلعب لقدام بترجع ياخدها الونج الشمال بتاعهم في حته كويسه هيلعب اوفر لعب اوفر تصد في لاعب من الزمالك وتروح كورنر هيلقاها ما يلقاهاش بدي فاول قبل كورنر والفاول احسن من كورنر ليه؟ لانه بره خالص قصاد خط الباكات على الشمال وبيحلق نمره 5 جمال عبد الله اتلعب الصغيره ولا على 40 يارد عاوز يشوط الصد رجعها تاني الحكم لانه الظاهر حد اتقدم بره قبل العشر يارد اتعدي تاني من قصاد الخط وهيلعبها بشماله والدور اللي فات لعبها ورا الدور ده يمكن يلعبها قدام لعبها قدام صدها الحيطه اللي معموله من فريق الزمالك ترجع لحسينه بيلعبها قدام بياخدها فريق الزمالك في نص ملعبه وجمال عبد الحميد بيلعبها بكعبه ما توصلش للنص ترجع جمال عبد الحميد ياخدها ويديها قدام ماشي طارق يحيى بره يرجعها الباك الشمال للجول بتاعه الباك اليمين للجول والجول لحسينه في نص ملعبه ماشي ثلاثة في الصورة قدامي لابسين أحمر لسه ما فيش حد قصادهم نصر إبراهيم نمرة 10 بيحلق ومحمد صلاح بتلعب قدام لسه الكرة في الملعب بيرقص ويمشي ويمشي زمالك حلو ويديها الواحد فاضي خالص والتاني تفوت من تحت رجل جمال وتروح لحسينة في نص ملعبهم دخل بيها دايرة السنتر ترجع ورا بيدي الباك اليمين اللي متقدم لقدام ارموكي على خط السنتر ارموكي بينجحها ورا نقلتين ثلاثة كل ده ماسكين الكورة هما في نص ملعبهم لعبة طويلة قدام بيطلعها هشام ترجع ورا بيطلعها فريق الزمالك احمد رمزي لكن ترجع تاني
والزمالك داخل، ياخدها جمال عبد الحميد ويدي قدامه في اليمين، جابها بس بصعوبه جدا، وفاول طلع بره قوي. ورا خط السنتر التسقيف فظيع، والضبط والطبل والزمر التشجيع منقطع النظير من 30 40 الف اللي هنا. الزمالك بياخد الكوره ويديها لسعيد الجداي ورا، سعيد الجداي بيلعب لعبه طويله قدام، يقعوا اتنين في الارض، واحمد رمزي تفوت من فوق رجله ما تلمسهاش، تبقى الاوت بتاعته. طويله قدام من سعيد الجداي بره اوت، قبل في نص ملعب الزمالك قبل الخط باربع خمس ياردات من ناحيه اليمين، بيلعبها للسنتر هاف اللي سايط ورا حمدي. حمدي بيطلع لقدام ويلعبها ثرو طويله قدام، هتروح اوت محدش يلحقها، بتاعت الزمالك قصاد خط الاريا، والاوت بتاع الزمالك بيتلعب خالص، بياخدها ونقلها من جمال عبد الحميد مع ايمن يونس الى طارق يحيى، طلع بيها بره، طلع بيها بره اوت اوت. الجول بيجري ومسكها وكله، لكن اوت. طارق يحيى هو راجع اهو لابس نمرة 11 قدامك اهو، اتلعبت الاوت اللي كانت من طارق يحيى قصاد خط الباكات، خدها الجول واداها السنتر هاف بتاعه، محدش لسه هاجم عليه. السنتر هاف لزميله والهاف باك اليمين، لعبه تعدي خط السنتر ويمشي من واحد وطويله قدام ويلعبها بدماغه ويخش. فريق الزمالك بيدافع وهو الوينج اليمين بياخدها من ورا اثنين، لكن بيطلعها فريق الزمالك بره او تبعد عن رايه الكورنر اللي ناحيه اليمين 10 ياردة. النتيجه لا زالت التعادل 0-0، وفات من الوقت 8 دقائق، ده جس النبض. الاوت اتلعبت بتاعتهم وترجع، وعاوز يلعب اوفر في النص ما يقدرش، في فاول في صالح الجيش المغربي بره خط الاريا بحوالي 8 10 ياردات، وقريب من خط الجانبي، وواقفين معطلين كرة الزمالك. الحكم بيقول لهم ابعد، الحكم انت عارف كريم كمارة من غينيا بعتهم 10 ياردات، وهيلعبها بشماله عشان تبقى اوفر وتعمل سكرو، اتصدت في الباك، وطارق يحيى اللي راجع ورا وتطلع بره اوت في نص ملعب الزمالك بتاعت الجيش الملكي، بينجحها ورا لخط الدفاع بتاعه وطويله قدام. سعيد الجداي بيطلعها، فاول على الزمالك في نص ملعبه، وادي الحكم كريم كمارة وجمال عبد الحميد واقف. رجع جمال عبد الحميد واتلعبت اوفر حلوه في النص، بيطلعها فريق الزمالك، ونصر بياخدها تبعد عنه، ياخدها الباك الشمال ويرجعها للباك سنتر المتاخر، وياخدها ويمشي الباك ويخش محمد صلاح يطلع منه ويلعبها، ياخدها تاني فريق المغرب، والجيش المغربي بين الثلاث لاعبات، وشوطه من بعيد تتصد في لاعب من بتوع الزمالك وتروح كورنر. نصر ابراهيم اهو راجع للكورنر، كل بتوع الزمالك راجعين ورا، ما فيش قدام الا طارق يحيى بس في نص ملعبه. اول كورنر في الماتش، ومن ناحيه اليمين الشمال، وهيلعبها بيمينه عشان تعمل سكرو في صالح الجيش، وبتتلعب في النص، بيطلعها فريق الزمالك طويله قدام، لكن بقول لك كل الزمالك ورا عشان كده الباك واخدها مستريح. وثاني اوفر هيطلع عادل مامور، اول لعبه ياخدها عادل مامور، اول لعبه توصل لعادل مامور دلوقتي بعد 10 دقائق بالظبط. وزالت النتيجة التعادل 0-0، ولاعب واقف قدامه استنى ولعبها، تعدي خط السنتر
جمال عبد الحميد ينط على الفاضي والباك يطلعها اوت على خط السنتر بالظبط، هيلعبها احمد رمزي لعبها ونقله من ايمن يونس ويمشي ايمن يونس وجمال عبد الحميد واشرف قاسم ياخدها الباك اليمين، لعبه اشرف ويرجعها لحميد. الجول بتاعه كانوا قالوا حميد قلب انذارين موقوف، لكن انا شايف حميد بيلعب هو واداها للباك والباك للسنتر هاف وبينقلوا كل ده في نص ملعبهم، كل ده في نص ملعبهم بالعرض بالعادي لعبه قدام عند خط السنتر، لكن بيحل عليه ترجع تاني لورا في نص ملعب الجيش من الاثنين المدافعين اللي ورا بينقلوها مع بعض ويطلع واحد فيهم على خط السنتر ويلعبها لعبه طويله قدام يصدها فريق الزمالك وايمن يونس جمال عبد الحميد، وجمال عبد الحميد يمشي من واحد يشنكله. ايه جمال سليم الحمد لله جمال، لانه وقع اول دقيقه مش عاوز يقع تاني. فاول في صالح جمال. لازم الحكم يبعدهم 10 يردات واقفين قدامه. لسه مش 10 ياردة دول، بيرجعوا الحكم كريم كمارة بيرجعوا، اتلعبت قدام وبدماغه وتاني والزمالك بيفوق هوبا ابدا، دخل الباك خطفها من قدامهم ولعبها للجول. انذار لايمن يونس كان بيعاكس حارس المرمى، هو راجع ايمن يونس اهو عرقان قوي زي ما انت شايف، نمره 12. اتلعبت بيستسهلوا الانذارات دي اللي يغلب النهارده لسه هيلاعب الفاينل، فما يستسهلوش بالانذارات. تمانيتين ثلاثه بيوصل فريق المغرب على خط الباكات وبينقلها بيطلعها سعيد الجدايم، برافو يا سعيد، بيطلعها سعيد الجدايم على الخط تمام، برافو يا سعيد، اوت في نص الملعب مع الجيش الملكي لعبها اوام ورجعها للوينج اليمين والوينج اليمين للباك والباك الى سنتر هاف. لعبه منهم ضعيفه وحشه مش لحد، بياخدها فريق الزمالك ويلعبها لقدام بيشترك وياخدها تاني فريق الجيش المغربي سريع وبينقل وبيلعب وناحيه الشمال وبيعدل علشان يشوط فاول بره خط الباكات بتاع الزمالك ب7 ياردات، بره الدايره ب3 ياردات، تبقى 7 ياردات تقريبا. بيرجع الحكم فريق الزمالك وعادل مامور بيكلمهم اهو، شايف انا احنا اصلنا بيشرفنا ان احنا بنذيع لكم راديو وتلفزيون، التلفزيون بيسجل وهيديها لكم بالليل ان شاء الله. لسه الفاول ما اتلعبتش، بيرجع الحكم الحيطه وعدل 10 يردات وبيرجعهم على خط الباكات بالظبط، يبقى هي بره خط الباكات ب10 يردات. وخط الباكات انتوا عارفين 18، يبقى 28 واحده، وبيشوطها في ايد عادل مامور على طول. عادل مامور سدد الزاويه اليمين وبيصدها. وبيديها لمحمد صلاح على يمينه، ومحدش مع محمد صلاح. استنى اما جاله الوينج خدها منه، ما كانش وياه حد في الاول. تاني كورنر على مصر. استنى صلاح. اتلعبت اوام. و تاني اوت. يبقى في 2 كورنر لغايه دلوقتي لصالح الجيش المغربي، وفات ربع ساعه 14 دقيقه بالظبط من الشوط الاول، والنتيجه لا زالت التعادل 0-0 بين الزمالك في الدور قبل النهائي مع الجيش الملكي المغربي. الاوت لسه ما جاتش، عادل مامور ماشي على مهله بيجيبها بيحطها. لسه عادل مامور بيصلحها والحكم هيروح
بيحذره ويقول له تاني نوبة هنزلك. مفيش لزوم للحاجات الصغيرة دي أبدا أبدا أبدا، مش هتعمل فرق ثانية اتنين لما ينظر ولا يطلعه ولا يعمل. سعيد كده يلعب الأوت توصل لغاية خط السنتر، بياخدها الباك الشمال ويديها للإنسايد الشمال بتاعهم عزيز اللي داخل جوه الوينج الشمال، بياخدها فريق الزمالك يطلعها بره هشام أوت. رمة الأوت أوام وبتلعب في النص، بيطلعها فريق الزمالك تاني نص الملعب طريق يحيى، ما يضلحهاش تبقى اوت في نص ملعب الزمالك على الزمالك. مش بيرمي الاوت بعيد عن مطرحها 20 ياردة عشان يديها لواحد فاضي، الحكم اللاين مان بيقول له لا لا، طارق يحيى فاهم انها بتاعته، اتحسبت اوت فاول وخدها طارق يحيى وعاوز يطلع من الباك ما قدرش، خدها منه الباك وبيرقصه ويرجع لورا الباك وبيرجعها للسنتر هاف اللي راجع لورا، والسنتر هاف بيرجع للجول بتاعه حميد، من حمدي لحميد الى نمريس ولا حسينة، حسينة بيشاور له فراء وتلعبها طويله قدام. سعيد جدي اداها لعادل مامور والحكم بيقول له العب، لسه عادل ماسكها. ونمرة طويلة قدام الكرة مع الزمالك، نصر راجع لورا وتاني من سعيد الجدي لعادل مأمور ورا، لعبة للورا طبعا بالنسبة لهم يصفروا لها لما ما بيلعبوها هم بيسقفوا لهم. اتلعب تنط الكوره بتاعت عادل مامور قدام وجمال عبد الحميد بياخدها ويجي رقص يتزحلق في الارض ويقع والكوره تروح لحميد. حميد اداها للشيشه وياخدها فريق الزمالك محمد صلاح وبره الكوره اوت بتاعت الزمالك في نص الملعب هناك. محمد صلاح هيرمي الاوت، رمى الاوت صغيره هات وخد، ونصر ابراهيم ما يلحقهاش تطلع بره اوت من نص ملعب الجيش الملكي بتاعت الجيش. لعبت صغيره لحسينه وحسينه لحمدي، الاثنين السنترافات اللي متأخرين ورا، اداها قدام ياخدها ياخدها طارق يحيى ويديها لجمال عبد الحميد، وجمال عبد الحميد لنصر، نصر بعيد شويه بعيد شويه، اخطر لعبه بس نصر كان بعيد قوي وصلت لحمدي وحمدي لعبها الى قدام، اللعبه كانت طويله، خدها الانسايد وبيطلع ورقص ومشي سعيد الجدي، وقف قدامه الحكم مدي فاول على سعيد جدي. في نص ملعب مصر بالظبط، انطوحها شويه ناحيه الشمال ورجعهم الحكم اكثر من 10 ياردات ولسه ما اتلعبتش الفاول. اتلعبت طويلة قدام في ثلاثة من فريق الزمالك بيطلعوها توصل للهباك بياخدها ويخش بيها الاوت، يخش بيها الاوت عادل مأمور هيحطها لسعيد الجدي عشان يلعبها. اتلعبت ما حصلتش في نص الدايرة، بترجع بياخدها فريق الجيش الملكي ويديها للهباك اللي طالع قدام بيلعبها طويلة قدام، بيطلع عادل مأمور يمسكها على نقطة الفيلنت بتاعته ومستني بيقول للاعيبته اطلعوا قدام اطلعوا قدام اطلعوا قدام، بينطق الكورة ولعبها
توصل خط السنتر عند نصر ابراهيم ناحيه اليمين، ونصر خدها بدماغه وعملها باكورد، واشرف عاصم وجمال عبد الله بيحاولوا ياخدها الجيش الملكي ويرقص تميمي تمومي، وتمومي اداها واتنقل وخدها وتشنكل بيعتزله بيعتزله جمال عبد الله بيعتزل لتمومي. تمام، روح رياضيه كويسه، والفاول هيرجع جمال عبد الحميد بعيد عنها بعد خط السنتر بحوالي 4 ياردات، لعبها لزميله بالعرض ورجع حاله على خط السنتر تاني ودخل محدش مهاجمه الشمال ياخدها، ونصر يلعبها طويله قدام محدش قدام محدش قدام ابدا من الزمالك. نص الملعب بتاعهم في اتنين حسيني وحمدي بينقلوها مع بعضيهم، وتبدا الهجمه باستمرار من عندهم هما الاثنين بيلعبوها لقدام، ترجع ياخدها جمال ونصر يرجع ورا يلمها ياخدها، وعاوزين يلعبوها طويله الزمالك ما تمشيش ياخدها محمد وجمال عبد الحميد، وايمن يقع في الارض وتتلعب طويله ثرو قدام ثرو قدام ثرو قدام ثرو قدام، اثنين من الزمالك فرضوا حرصنها، مدي حرصين الكوره تروح اوت، مدي ضربه حره غير مباشره اوبستراكشن، ما يمكنش يكون اوبستراكشن لان الكوره تبعد شبر واحد عنهم وحرصنها تم الزمالك ودوكها ورا الاثنين. طب ما هو القانون يقول لك لو كانت الكره مش ملعوبه، انما كره ملعوبه وحارسينها ما تخش اوت من حقهم، لكن على العموم ضربه حره غير مباشره داخل منطقه الجزاء بثلاث اربع ياردات من ناحيه اليمين، والحكم كريم كمارا ادى ده رايه. اللاين مان مدي اوت وهو اللي ادى ضربه حره غير مباشره، مع ان الاثنين حارسين الكوره وكانت ملعوبه وكل حاجه بتتلعب بالعرض. مسك عادل مأمور كويس، حلوه حلوه حلوه، عادل مأمور مسكها حلوه قوي، في هتاف زمالك زمالك زمالك. جم ثلاث رحلات هنا، حوالي ثلاث رحلات من مشجعين ورابطة الزمالك امبارح واول امبارح واول اول، حاجة لطيفة قوي، والناس اللي في السفارة اللي هنا والناس كلهم اللي هنا. الكرة مع فريق الجيش في نص الملعب، برضه زي ما بقول لك الحسيني وحمدي تملي بيدوا بعض، وواحد فيهم بيلعب اهي لعبة طويلة قدام خالص بيرجعها جمال، ترجع جمال عبد الحميد عاوز يديها لنصر تطلع قصيره، لكن هم اللي ادوها لنصر، ونصر بيرقص واحد ويمشي ويسقوا اثنين، وكرة مشاها الحكم بالرغم من الزقه، وياخذها صلاح ويديها الى اشرف قاسم، نقلتين طويله 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 بره قوي بره قوي قوي في نص ملعب الجيش. فات 24 دقيقة من الشوط الأول ولا زالت النتيجة التعادل 0-0 بين الزمالك والجيش. الباك اليمين أرموكي بيلعبوها بالعرض، ونفس اللعبة طويلة قدام بترجع هيسيبوها لعادل مأمور، عادل مأمور بيمسكها، امسك بإيدك امسك بإيدك قبل ما يجيلك، قالوا واحد وعادل لسه معاه الكوره بينطقها وبيقول لزمايله اطلعوا قدام، طلعوا قدام ووصلت لبعض السنتر كمان، وبس بيلعبها جمال ما تروحش لحد ابدا، تروح للجول بتاعهم حميد الى الباك اليمين والباك اليمين للباك الشمال، ويطلع له قدام ويهجمه بنفس الطريقه بيرجعها فريق الزمالك، والكرة بعدت عن نصر تو ما بعدت خدوها،
ياخدها فريق الزمالك ويمشي نقلبتين ثلاثة. فاول فاول على فريق الجيش الملكي، واقع لاعب ده أيمن يونس. أيمن يونس، أيمن يونس فاول. الحكم دخل دكتور ممدوح مصباح مع حمدي حافظ، بيقول لهم شيلوه بره. طبعا احنا عارفين كابتن محمد حسن حلمي هنا، كابتن حسن عامر هنا، سعيد حمزه هنا، كل حماده امام هنا اعضاء مجلس الاداره والناس. وطبعا قام الحمد لله سليم، وهيتلعب الفاول في صالح الزمالك ورا خط السنتر بحوالي 10 ياردات. اتلعب الطويلة بتفوت من اللونج اليمين بتاعنا، تطلع بره اوت. سلمة الاوت لهم على طول. لسه معاه كورة وعاوز يلعبها طويلة قدام، لعبها طويلة قدام فعلا، بيعتمدوا عليها، خدها بايده، خدها بايده لاعب الزمالك بره خط الاريا بحوالي 8 ياردات من ناحية الشمال هناك. ثمان ياردات بره واتلعبت، بيطلعها سعيد جدي عاليه، ويطلعها الديفنس وترجع تاني، ويطلعها الديفنس بره بتاع الزمالك لحد السنتر. يا ملعب حميد مع ثلاثه بياخدوها منه طبعا، سنتر اب خدها. الزمالك بيلعب مدافع اكتر، الهجوم مفيش خطوره من الهجوم ابدا. بيرقص وبيعدلها وبيديها على الخط عشان يشوط، شاط بره. اول شوطه خطره بره على شمال عادل المامور، اول شوطه من فريق المغرب بره. اهو هتشوف دي تاني، اهي اهي الاعاده في التلفزيون اهي، وشاط اهي على شمال عادل المامور بره. و فات 28 دقيقة من الشوط الأول ولا زالت النتيجة التعادل 0-0. اتلعبت الأوت وجمال عبد الحميد برضه بتروح الكرة، ما رجعت فاول، الحكم مدي فاول على فريق الزمالك. اتلعبت أوام، محمد صلاح بيرجعها من على الخط بتاع الباكات، ترجع لجمال عبد الحميد في السنتر، بيجري وياه اثنين وياه ثلاثة، لازم يودي حد يحاول يرقص ويفوت من واحد ويفوت منه ويفوت من الثاني ويفوت من الثاني، ويضرب لخط ال الكورنر. ما جاتش كورنر، ما طلعتش. جمال عبد الحميد بيقول للحكم اللاين مان طلعت، قال له ما طلعتش، ورجعت الكورة خدوها. وتاني بتتلعب لطارق يحيى، هيمشي طارق، هيمشي طارق وعلى خط البكات هيمشي وهيلعب بره. أو طارق يحيى بيقول للاين مان دي كورنر، واضحة إنها كورنر فعلا، ما فيش فايدة. الحكم قال كده خلاص، العب الكورة وبص. نقلتين ثلاثة، ما قبليها كان الكورنر برضو بتاعت جمال عبد الحميد ما ادهاش. الاوت اتلعبت اوام في نص الملعب، تيمومي بره اوت. الكرة توصل لعادل مأمور سهل في ايده، ولسه بينطاها وعاوز يشوف. شاط في نص الملعب، مفيش حد داخل من فريق الزمالك،
بيرجعها الجيش الملكي مرتين ثلاثة ترجع بره اوت. مدي الاوت دي مدي الاوت ورايح رايح يكلم الحكم. الحكم مدي مدي فاول والاين مان كان عاوز يديها له بيقول له العب قدام ايمن يونس. احمد رمزي لعب اوت ياخدها فريق الجيش في نص الملعب بيلعبها على الخط بيخش محمد صلاح يقطعها كويس لكن مفيش حد قدام ياخدها الباك الشمال مستريح قوي وبرضه هيلعبها. كل لعبهم طويل لقدام والزمالك بيدافع وادي لعبه توصل للونج اليمين وهيشو يلعبها في النص والتاني بيطلعها ودي ثالث ودي ثالث الحكم ودي ثالث حكم ودي ثالث هيروحوا عليه مفيش فايده مش هيغير قراره. الجول اللي جه جابته الزمالك في مصر كان بينالتي وهم عاوزين يخلصوا الحكايه دي الظاهر بينالتي على الزمالك وما عدوهاش هنا لسه يمكن لما يعدوها تعرفوا تشوفوا انتوا تحكموا اكثر مننا اللي هنا. لغايه دلوقتي التلفزيون المغرب ما عدهاش هذا المأمور كارت أحمر لمين للعيبة لناس ناس اللي داخلة نينكوفيتش طبعا انتوا في التلفزيون هتقدروا تحكموا وتشوفوا البينالتي ايه لان احنا هنا بنقول اللي بيقرره الحكم واخر المدرج من فوق ولا زال لسه البينالتي ما اتلعبتش وفي جمال عبد الحميد بيتناقش وياهم البنت هتتلعب وداخل عليها لازم اللعيب يقف بره الخط عشان لو اتصدت ما تتعدش لسه ما صفرش الحكم في البنالتي صفر ودخل وجول جول جول من البنالتي جول 1-0 للمغرب جيش المغرب الملك المغربي وفات 34 دقيقة 1-0 لا زالت التلفزيون هنا ما عادش لعب البلنتي ده هيعيد اللي لما تيجي جول بيعيدها هي هذا المأمور رايح الناحية دي وهو بيحطها الناحية التانية لكن أصلها إيه ما جابهاش سنتر فريق الزمالك مغلوب 1 ويمكن يغير بقى من طريقته لانه لازم يهجم بعد ما اتغلب لانه كان بيلعب دفاع خالص لاعب من الزمالك واقع والكرة بتتنقل لقدام وبياخدها الدفاع ويلعبها طويلة قدام ترجع للنص
ياخدها فريق الزمالك و فاول على الزمالك من نص ملعب الزمالك. اتلعب الصغيرة على شماله للوينج الشمال فاضي، الوينج الشمال هيرفع بيوقفها ديفنس الزمالك وياخدها دفاع الجيش ويلعبها طويله قدام يرجعها الزمالك. جمال عبد الحميد، طارق يحيى، ايمن يونس، فاول في صالح ايمن يونس. الفاول بعد خط السنتر بحوالي 10 ياردات. اتلعبت طويله قدام في خط الباكات تمشي تروح للجول. حميد، حميد بيلعبها هات وخد. لعبتين ثلاثه توصل الى اشرف وسعيد. سعيد يسيبها الان ماشي نص، ياخدها الباك يلحقها قبليه ويديها لحميد. الجول بتاعه للباك اليمين بتاعه ويرجعها للجول تاني. طويله قدام ياخدها فريق الجيش ويطلع بيها الاوت في نص ملعب الزمالك. يبقى الاوت بتاع الزمالك. اشرف، اشرف قاسم كان جاي يلعب الاوت هنا، رجعها اللاين مان احمد رمزي اللي هيرميها. رماها بيعليها الوينج اليمين صغيره لاحمد رمزي من اشرف، فاول لصالح احمد رمزي. باقي على انتهاء الشوط الاول على ساعتي انا 7 دقائق، والنتيجه في صالح الجيش المغربي 1 والزمالك 0، وجاء جول من بلنتي بعد 34 دقيقه. الكوره مع الجول بتاع الجيش لعبها طويله قوي في نص ملعب الزمالك يرجعها الزمالك. طارق يحيى هات وخد هو وجمال وايمن يونس، ترجع ورا مع الزمالك. ابتدى الزمالك يطلع قدام شويه بعد ما دخل فيه جول. ياخدها الجيش الملكي ويمشي في النص ويلعب ثرو. هو جول، هو جول، هو جول، هو جول. وقع في الارض والحكم بيقول العب 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 وصدها عادل معمور وكان في منتهى الخطوره. كان ضاع جول اكيد منهم كان الحقيقه. وتاني اوفر خطره بيمسكها عادل معمور كويس قوي ويقع بيها في الارض، لكن الكرة محرص عليها. برافو يا عادل. طلع محمد صلاح قدام، قول له اطلع. اما صلاح وعادل مامور بيدوا الكرة لبعض. وعادل حيشوط شاط لبعض السنتر بيرجعها الباك اليمين بتاعهم للونج اليمين، واللونج اليمين للباك اليمين يتقدم لقدام لكن يطلعها بره اوت بتاعت فريق الزمالك. فات 40 دقيقه من الشوط الاول والجيش الملكي 1 والزمالك 0، وكرة اوت في نص ملعب الزمالك واحمد رمزي اللي حرميها. في لاعب واقع من الجيش المغربي هناك ناحيه الشمال والحكم نده
حد من الجيش يعالجه. قام وقال لهم طلعوه بره عشان يتعالج. طلعوه بره هناك ناحيه الشمال، والاوت لا زالت هنا بتاعه الزمالك هتتلعب. الاوت اتلعبت وفاول في صالح الزمالك، زقه من ورا جدا لايمن يونس، زقه جامده. احمد رمزي هيلعب الفاول من نص ملعب الزمالك، طويله قدام، اثنين داخلين من الجيش الملكي بياخدوها ويدي للباك الشمال، والهباك الشمال بيلعبها طويله قدام، بترجع لمحمد صلاح. محمد صلاح بيرجعها لعادل مأمور، وعادل مأمور بيلعبها لأيمن، ورمزي بره اوت. لاعب من الجيش الملكي واقع، دخل يتعالج هناك لوحده، ما كانش حد جنبه، والحكم بيقول له طلعه بره. اللي كان طلع يطلعوه بره. باقي حوالي 3-4 دقائق على انتهاء الشوط الاول، ولا زالت النتيجه في صالح الجيش الملكي 1 والزمالك 0. اهو بيتعالج بره اهو، وادي احمد رمزي نمره 13 بيرمي الاوت، وايمن يونس لطارق يحيى، لاحمد رمزي فاول، ضرب طارق يحيى، وكمان عبد الحميد العب يا نصر، طولت منه جاي يعدلها، طولت منه داخل منطقه الجزاء، خساره جدا، و خساره قوي قوي قوي، فرصه كبيره جدا الحقيقه. الزمالك ابتدى يهجم مفيش شك بعد، واشترك في الهجوم بعد ما جه فيه البيلنت. فاول في صالح الزمالك، فاولاتهم كترت، لعب اوام بعد ما جابوا جول، فاولاتهم كترت من الاول طبعا، وبيلعبها محمد صلاح تصد وترجع له، وتاني بيلعبها، العب بقى اوفر، عنده فرصه يلعب اوفر، لعبه صغيره راحت، ما لعبش اوفر في النص، وبيحاول الاباك يطلع من ناحيه جمال عبد الله ومن ناحيه اشرف قاسم، والكره بتتلعب طويله في ايد عادل مأمور، مسكها عادل. ولعبها طويله تنط وتطلع من فوق دماغ ايمن يونس، ما ياخدهاش. طارق الجيش بينقل 3-4 نقلات في نص ملعبه، و في نص الملعب، وبيتلعب للونج الشمال، فاضي اللونج الشمال، بيحل عليه الباك، واحد لعيب من الزمالك واقع، لكن الماتش ماشي ماشي، بيطلعها تاني اهو، جت اهو، وقف الماتش لان الكره بتاعت جمال عبد الحميد، او نشوف مين اللي واقع ويتعالج، وبعدين هيلعب طبعا، يعمل الكوره اسقاط لانها ما كانتش لحاجه. على ساعتي انا باقي حوالي دقيقتين او دقيقه ونص على انتهاء الشوط الاول، وزي ما قلت لحضراتكم النتيجه في صالح الجيش الملكي 1 والزمالك 0، والجول جاء بعد الدقيقه 34 من بينالتي احتج عليها نادي الزمالك كتير، طبعا الحكم ما طبعا لا هيغير رايه ولا هيعمل اي حاجه طبعا، و لسه لاعب واقع، ولاعب واقع كمان من الجيش المغربي بيتعالج، وزي ما قلت لحضراتكم لحد دقيقة 34 كان مصر جيش الزمالك، مصر ما بيهجمش، الجيش اللي بيهجم. بعد ما جاء الجول في الدقيقة 34 ابتدأ مصر تنقل وتخش، ووصلت لعبة كانت خطرة من جمال إلى نصر، ونصر طولت منه. اتلعبت الفاول الاسقاط ومشيت وبتطول، وياخدها فريق الجيش على خط السنتر تمام، وهيلعب لعبه طويله زي ما بيلعبوا، لعبه طويله ناحيه اليمين، لكن بيوقفها احمد رمزي وتبعد وتروح من اشرف، وتلعب من فوق، بيطلعها سعيد الجدي طويله فوق،
تتلعب بدماغه، بيرجعها بيصلحها بره خط الاريا، وتاني تصليحه بتوصل لهم بينقله كويس واحده والشنكل شنكل فاول على فريق الزمالك بعد خط السنتر بحوالي 12 يارد. اتلعبت الفاول للوجه الشمال فاضي، يقدر يلعب اوفر مستريح، يقدر يلعب مستريح، دخل عليه الباك كويس بره اوت. الاوت عادل مامور هيحطها وسعيد الجدايه هيلعبها. عادل مامور لصلاح، صلاح هيمشي طبعا مش هيديله لان اللاعب دوكا مسك عادل مامور، وصلاح بيلعبها للنصر وبره بيطلعها الباك الشمال من النصر اوت بعد خط السنتر بحوالي 12 يارده بتاعتهم. واتلعبت اوام للباك اللي على خط السنتر وبيلعب اللعبه اللي بقول لكم عليها طويله باستمرار في النص. عادل مامور طالع مسكها كويس، عادل برافو. معتمدين على ان حمدي وحسين يدوا لبعض ولعبه طويله قدام ولعبه طويله قدام، لسه عادل مامور بينطق ولسه ما لعبش، لسه ما لعبش، لعبها طويله عند الوينج اليمين بتاع الزمالك نصر، ما يلعبهاش يلعبها الباك بدماغه ويصفر الحكم كريم كمارا من غينيا، وينتهي الشوط الاول بفوز فريق الجيش الملكي 1-0 من بلدي في الدقيقه 34. والميكروفون مع الزميل الاستاذ احمد عبد وهكذا. قدام بيشترك فريق الزمالك ويهجم ويخش تطول لجول حميد. حميد لعبها طويله قدام بتفوت من جمال عبد الله، جمال عبد الله ماسك تميمي تمام وبتتلعب صغيره. الزمالك هيلعب محمد صلاح اوفر هناك بيطلع الجول، حميد يمسك الكوره ويقع في الارض، كان مشترك مع لاعب من الزمالك وقع في الارض، والكوره لسه مع فريق الجيش الملكي. ياخدها الوينج اليمين ويمشي ويمشي وحاصل خط الباكات وبيديها للسنتر. تميم هيشوط 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 وقع في الارض، والحكم مدي فاول بره خط الاريا بحوالي 8 ياردات في النص، ورايح الحكم يشوف لاعب الزمالك اللي واقع. ودخل لسه ما امشي لاعب الزمالك بيتعالج اللي صادم مع الجول. فاول على فريق الزمالك بره خط الاريا. لسه الظاهر هيطلع بره لاعب الزمالك. شالوه بره ولسه
ما نزلش حد بداله ولا حتى شايف واحد قام يسخن. حماد عبد اللطيف يمكن بيسخن. حماد عبد اللطيف بيسخن يا. انا قلت لكم الاحتياطي بتاع الزمالك لعبت الفاول طلعت بره. عادل مأمون حط الكرة. الزمالك بيلعب عشرة. عادل مأمون يحط الكرة اهو وهشام ياكل لعبة طويلة قدام. ايمن يونس طلع و هينزل تاني. ايمن يونس خد اذن ونزل بس معلق ايه دراعه اليمين جنبه وطالع فريق جيش وطلع من واحد والتاني وبيلعب ترجع تاني لكن نزل الحمد لله ايمن يونس. وحد وقت الكاميرا ما تيجي تاني جيش هاجم والناحيه اليمين بيلعب تطلع كورنر. كورنر نمرة اثنين أرموكي الباك. 1-0 في صالح الجيش الملكي وفات 5 دقايق من الشوط الثاني. أيمن يونس كان طلع بره 3 دقايق والحمد لله نزل بس أنا شايفه معلق إيده اليمين جنبه. الكورنر هيلعبها بشماله. هو بالوينج اليمين صحيح لكن هيلعبها بشماله عشان تعمل سكرو. ولسه ما اتلعبتش والحكم بيبعد لاعب الزمالك 10 ياردات احمد رمزي. لعبها بشماله وعامله سكرو وبيطلعها ديفنس الزمالك بره كورنر تاني. ضغط وتيمومي نمره 10 هو تيمومي هو اللي هيلعب الكورنر اهو بيحطها. وهو تيمومي راجع لورا وهيلعبها اللي فاتت كانت خطره جدا لعبها كويس والضرده في الشبكه من بره بعد ما لمست واحد من الزمالك. يبقوا 3 كورنر في دقيقه واحده وتميمي هو اللي هيلعبها برده بيلعبها كويس قوي حطها وبيلعبها بشماله عشان تعمل سكرو واتلعبت عاليه وبترجع ورا بيطلعها فريق الزمالك بره الصندوق وترجع تاني لفريق الجيش وبيدي لونج اليمين بيعدلها وتطول ياخدها عادل مامور. تطول من تميمي ويا سعيد الجدية هو انت شايف واتلعبت لصلاح لأشرف قاسم ترجع تاني لنمريز. نمرة 4 حسينة حميد الجول نقلتين والثالثة لهم على الخط جنب خط الجانبي بيخش بيها جوه ويلعبها للانسايد بتاعه الشمال ياخدها وياخدها جمال عبد الحميد على خط السنتر. جمال عبد الحميد بيدي طريقة اللونج الشمال ياخدها طريقة ويخش خط المكان هوبا هوبا يا جت في الخايم جت في الخايم يا الله يا طارق يحيى جت في الخايم في اسفل القائم من تحت طلع ودخل خط الباكات ولعبها لعبه جميله جميله اهو طارق يحيى اهو برافو يا طارق وهارد لك يا زمالك والله يا طارق لعبه منتهى العظمه جت وجول ما يقدرش يعمل لها حاجه ابدا وجت في القائم من تحت معلش
لكن زي ما قلت لك الزمالك بعد ما دخل فيه البلنتي ابتدى يهجم وابتدى يخش، ونحن شفنا جول اكيد راح منه من طارق يحيى، اكيد اكيد اكيد. تاني بياخدها الزمالك ويمشي محمد صلاح، لا وحشه من مصر، ياخدها الزمالك، الزمالك هاجم ومن نص بينقل ونقلتين صغيرين، والثالثه لمحمد صلاح والرابعه لجمال عبد الحميد، بيديها لصلاح تاني تطلع قصيره يخطفها فريق الجيش ويديها للسنتر فيرويد، مش سايبه هشام يكن، مش سايبه هشام يكن، مش سايبه، وداها اوت منه، ده اللي عاوزه هشام، اوت بتاعه الزمالك. الزمالك فات دلوقتي 8 دقائق من الشوط الثاني، الجيش الملكي جاب 3 كوردر ورا بعض في منطقه الخطوره زي ما قلت لك، وبعدين لعبه اتلعبت حلوه وياخدها طارق يحيى ويمشي يخش خط البكات ويجي ويقرب الجول اليمين يديله لعبه ارضيه قويه جدا تيجي في القائم وتطلع، والكوره بيلعبها سعيد الجداي من الاوت وتطلع بره على خط السنتر اوت بتاعه الجيش. الجيش يرجعها للباك الشمال نمريز وحسينه، تتلعب طويله زي ما بتسقطوا اول دور، وهياخدها عادل مأمور، هياخدها عادل مأمور، خدها عادل الى سعيد الجداي نمره 15 اللي انت عارف، وبيديها لعادل تاني، وعادل هيمسكها بايده، امسك يا عادل، واحد وياه واحد وياه، فاول عليه، اللي بيكلم الحكم بيقول له عادل مأمور بيديني بكوع، عاوز بيلنت تاني يا ظاهر، طويلة من السنتر هاف اللي بيحوشها احمد رمزي كويس قوي، وياخدها جمال ويديها على شماله ويرقص عشر فاول بره، اوت اوت بتاعت الجيش، لعبها ورا الباك اليمين، هيلعبها طويلة قدام، هم دلوقتي كل لعبة زي ما قلت لكم من اول اللعب لعبيها طويلة قدام، لكن هشام يكن وسعيد الجداي بيتصدروا ليها طبعا، الكرة مع الزمالك وعدى خط السنتر وبيشنكل، لكن الحكم قال له العب لانها بصالح، كانت رايحه لطارق يحيى كان هيجري يتحاشى، ياخدها حمدي وحسين، حمدي هيدي طبعا حسين حسينة، والحسينة لحمدي يديها للباك اليمين تاني اللي هيطلع، لازالت النتيجة 1-0 في صالح الجيش الملكي، وكرة مع الزمالك بياخدها اشرف، ما تمشيش نصر ابراهيم تفوت من على دماغه وياخدها الباك، وعاوز يسقطها طويله قدام، سقطها فعلا طويله قدام، بياخدها هشام ويشنكل فاول، محمد صلاح هيلعب الفاول قدام طويله، لعبه طويله قدام، الباك بيترجعها بشماله والهاب باك بيديها على يمينه، وتاني بتتقل مقلتين كل ده في نص ملعبهم، وطبعا عارفين انتوا تمومي، تمومي حوالي 2 بيرقص كويس يرجعها ورا، والملعب بيتحرك جدا لتميمي، لعيب كويس مفيش كلام، لعبة صغيرة ياخدها فريق الزمالك ويديها لطارق يحيى، وطارق يحيى يلعبها أيمن وياخدها تاني منه، ويمشي 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 من واحد، وعاوز يمشي من التاني، ومشي من التاني فعلا، ومشي من التاني فعلا طارق، ولعبها في إيد الجول على طول، لا حميد لعبها خدها ولعبها على طول، ولسه ما حدش قابله، نصر بعيد وبتتلعب حلوة للوينج الشمال، الوينج الشمال بياخدها هشام ايمن يونس على فريق الزمالك، الونج اليمين بيمشي هيرفع جوه بتصد بيخش عليه ايمن، الباك بيرجع فاضي، يبنيها وحش ياخدها فريق الزمالك، جمال
بيدي لعبه لنصر ابراهيم على يمينه قصاد خط الباكات، ونصر بيرفع على بره. اوت 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 يا نصر، اوت بره. اهو نصر ابراهيم واضح جدا. فات 13 14 دقيقه من الشوط الثاني، ولا زالت النتيجه في صالح الجيش الملكي 1 والمغربي والزمالك 0. والجول جاء من بينالتي في الدقيقه 34 من الشوط الاول. الكره هياخدها الجيش، طلعها بره اوت، تبقى بتاعت الزمالك، اتلعبت الاوت اوام، هتوخد وطويله قدام جمال عبد الحميد في وسط اثنين، بياخدها الباك منه، يعني هي مش منه يعني ما حصلهاش، ويرجعها للجول وياخدها تاني وياخدها فريق الجيش، وبينقل نقلتين في النص ويمشي، ونقله حلوه للسنتر فيلد بتاعهم، بيرجع لورا بيرجع لورا بيرجع لورا، ياخدها فريق الزمالك، ادى فاول على الزمالك الحكم من دايره السنتر. اتلعب الصغيره بالعرض وتاني بره اوت. مصر بيقول الاوت بتاعتنا، الحكم قال العب واللاين مان مديهم الاوت، ياخدها فريق الزمالك و اشرف قريب. شوطه بتتلعب طويله تروح للونج اليمين، لونج اليمين بيديها للانسان يمين، هيدي لونج اليمين خطره خطره، لونج اليمين ده هيرفع اوفر جامد، اتلعبت وبره اوت. حدث الهباك راجع اهو بعد ما خدها على الطاير، تطلع بره اوت. اي هيعيدها تاني هيعيدها تاني، شوف الاعاده اللي في صالحهم. ولذلك انا استغربت، الا اذا كان عاد البلنتي وانا ما خدتش بالي وهو بعيد، انما انا اعتقد انه ما عادهاش ابدا، بعيد العاب ثانيه، ولكن دي ما عادهاش. طويله قدام من الزمالك الاوت، تاني سعيد الجدي، وتطلع لنصر، عدى الخط ومشي وبيدي جمال عبد الحميد، تطلع صغيره ما ياخدهاش، ياخدها فريق الجيش وينقل ثلاث اربع نقلات. ونصر بيكلم الحكم على انه اتضرب في رجله، اوت في نص ملعب الزمالك، واللي هيتسابها تميمي. جمال عبد الحميد بيجري يمسك بره او الثاني بتاعت الجيش، لسه تميمي ادي ضربه حره غير مباشره ضربه عين الشمال الحكم تميمي اهو نمره 10 اللي بيجري ده وبيديك ظهره. اتلعبت ضربه حره غير مباشره بره جنب الخشبه، لعبها هيك بره وجنب الخشبه. تيمومي اهي هيعيدها تاني طبعا جنب الخشبه، اهي اهي جنب الخشبه. طويلة عندهم اثنين داخلين عليها، بيدوا الوينج اليمين، والوينج اليمين لعبها تطلع قصيرة، ياخدها فريق الزمالك لكن ترجع لهم، يرجعوها ورا ماسكين الكورة في نص ملعبهم. الزمالك بعد ما كان هاجم وضاغط، وبعد لعبة طارق يحيى اللي راحت، الزمالك ابتدى هم يمسكوا الكورة أكتر شوية، والأوت بتاعتهم نمرة 3 نمريز لعبها فاول. عاوز ينزلوا
تيمومي تيمومي تيمومي. أمان عبد اللطيف بيسخن ونازل. اهو تيمومي ظاهر، هنشوف الكره مع عادل مأمور بيطلعها بايده وبره الجول. عادل لكن في ثلاثه واقفين حارسين الجول من فريق الزمالك، وده الصح ما يطلع عادل مأمور. نمرة ثلاثة نمريز عماد عبد اللطيف، في واحد هيطلع جمال ونزل عماد عبد اللطيف. احمد رمزي احمد رمزي بتتلعب الهاند وبيطلعها فريق الزمالك. تاني الجيش ماسك الكوره وتروح لنصر ابراهيم، دخل بيها في النص وبتلعبها الزمالك لورا، توصل محمد واول كوره ياخدها عماد عبد اللطيف، توصل لصلاح وصلاح لجمال عبد الحميد عاوز يديها ترفع النص، بياخدها اشرف قاسم ويديها عاوز يديها لطارق تطلع صغيره، طارق يحيى وياخدها الفريق وياخدها لونج اليمين ويمشي، ياخدها منه تاني احمد رمزي. بيطلعها فريق الزمالك جمال عبد الله هو اللي طلع. انا اسف انا قلت الظاهر جمال عبد الحميد، انا قصدي جمال عبد الله هو اللي طلع، وانتوا شفتوه في الصوره وهو طالع. جمال عبد الله طلع ونزل بدله طبعا عماد عبد اللطيف. الكره بيدانه في النص لكن بتفقد قوتها و ياخدها عادل مأمور ويلعب. وعزيز كان قريب قوي قوي قوي، لسه مع عادل المأمور، وهو نمرة 10 شايلينه تيمومي. تيمومي مش هيقدر يكمل اهو، طلع تيمومي وقالع الجزمة من رجله اليمين. تيمومي طلع وفاول في صالح الزمالك. الجمهور بيحيي تيمومي اللي اصيب في رجله اليمين وطلع، والكره الزمالك بيلعبها داخل منطقه جزاء، بيطلعها فريق الجيش توصل الى طارق في الشمال وبيلعبها جوه في النص، ما توصلش جمال عبد الحميد بيتصلح هوبا تصد من ايمن يونس وترجع تاني ياخدها طارق يحيى ويمشي ويمشي، بيطلعها الباك اليمين ارموكي اوت. فات على ساعتي 23 دقيقة من الشوط الثاني، ولازالت النتيجة في صالح الجيش الملكي 1 والزمالك 0.
وجاء بنالتي في الدقيقة 34. حميد طويلة لعبة حميد بيلعبها سنتر فورورد للوينج اليمين بيرجعها فريق الزمالك ياخدها ويمشي ياخدها ويمشي ويدي ايمن ويمشي طارق طارق هيلعب اوفر هيلعب اوفر هيلعب اوفر لعب الاوفر يلا يا نص 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 نصر ده على يمينه لمحمد صلاح بترجع ورا مش لحد يخش الزمالك ويخش سعيد الجدي ويخش في النص ملعبهم ويهجم الزمالك ويلعب واحمد عبد اللطيف ياخدها ويديها الزمالك هاجم لمحمد صلاح ومحمد صلاح بيلعبها في النص هما بيهاجموا الزمالك بيهاجم وهما بيدافعوا بيلعبها السنتر فاول على الزمالك في داخل الدايره على ايمن يونس نمره 12 نمره 3 داع نمريز بتتلعب اوفر في النص بيطلعها فريق الزمالك هتاخد ايمن يونس توصل الى طارق وطارق بيرجعها لنفسه وعديها حلوه من بينهم لايمن يونس اديها له تاني بيقع في الارض وايمن يونس بيشنكل محمد صلاح بيلعبها قدام لجمال عبد الحميد بيرجعها الباك باكورد حلوه اللي بتعجب المتفرجين ياخدها اشرف اي حماده عبد اللطيف تتلعب طويله للوينج اليمين بتاعهم ويا احمد رمزي بيشنكل احمد رمزي وتعور احمد رمزي وقع في الارض ان شاء الله سليم قام اللاعب اللي شنكله نمره 7 بودره عادل مأمور ويحمل بيكلمه بيديله انذار ايه نزول الاحتجاج ده انا مش فاهم هيغير رايه هيعمل حاجه ما هو معروف ان الحكم سمعت انتوا المكاتبين كلهم اللي معانا والكتاب والرياضيين قالوا ايه عليه فانتوا بقى يعني ما فيش فايده من هذا الاحتجاج سعيد الجدايه بيوقف عند مأمور بيقول له ارجع بقى ارجع بقى لا يطلعك ولا حاجه ارجع بقى كفايه الانذار احمد رمزي اهو محمد صلاح رايح يكلم واحد فيهم هقول لكم وصلوا ازاي ومصر وصلت ازاي الزمالك دور 16 غلب الهلال السوداني 4-1 في القاهره في الخرطوم 1-1 الزمالك كسب فيتالو روندي 5-2 في القاهرة وفي الخارج غلب 1-0 ودور الجيش الملكي غلب القاهرة 1 وهنا مغلوب 1 سعيد الجدي والدكتور ممدوح مصباح بيكلموا الجيش الملكي في دور 16 فاز 4-1 وفي بنزرت غلب 1-0 وكالوم ستار بطل غينيا في دور 8 غلب 3-0 وتغلب 3-0 وكسب في ضربات الجزاء اما في الدور النهائي قبل النهائي اتغلب من الزمالك 1-0 في القاهره. و هتتلعب الاول في صالح الزمالك من نص ملعب الزمالك ناحيه الشمال. واحمد رمزي لعبها وفي زقه في زقه ظاهره جدا وقاوت واحمد رمزي بينط وباين انها ما جاتش اوت والوقت هيتجنن وده فاول كمان مش اوت والاوفر خطره بيطلعها اضراب يا عادل يا مأمور من الهوا مسكها عادل مأمور نمره 16 لعبها بدماغه وبيقول ان انا لعبتها بدماغي كويس لكن اشرف هشام يكن اهي اللعبة اهي تاني طبعا بيعيد و بيمسكها شوف عادل مأمور ازاي طاير في الهواء ومسكها وبيقع بيها برافو يا عادل الكورة مع الجول بتاعهم حميد انا كنت مع الكورة لما كان بيعيدها طبعا للتلفزيون ياخدها نصر ابراهيم على الخط
وبيرقص وترجع له تاني وتطلع وتروح محمد صلاح لتاني النصر وجمال عبد الحميد ونصر تروح ياخدك جمال عبد الحميد ويمشي ويمشي معاه باك رجع لهم تاني ودا لا وحش تاني بياخدها اشرف قاسم ويديها لجمال عبد الحميد تروح من جمال ياخدها فريق الجيش ويمشي فات 28 دقيقة من الشوط الثاني وباقي 17 دقيقة على انتهاء المباراة واحد يقول طب لو انتهت النتيجة كده ايه طبعا ضربات الجزاء المرجحة لان الزمالك غالب هناك 1-0 هم غالبين هنا 1 ده لو انتهت كده انما ده الجول بيجي لهنا لهنا في ثانية انتوا عارفين بيجري فريق الجيش وبيلعب لعبة في النص خطرة بيطلعها فريق الزمالك كويس بيعدل عشان يشوط بيطلعها تاني فريق الزمالك كويس بره قوي في النص ملعب الزمالك ناحيه الشمال الاوت لعبت اوام ياخدها الزمالك وعاوز يلعبها تطلع بره اوت بتاعه الزمالك في نص ملعب الزمالك من ناحيه اليمين محمد صلاح اللي حرميها اشرف لجمال عبد الحميد ايمن يونس ماشي اتزق لكن اداها لطارق يحيى كويس وطارق يحيى يخش تروح منه وترجع تاني لفريق الزمالك ياخدها تاني ادي واحد ادي ورا يرجع ورا الى هذا المأمور هذا المأمور على مهله خالص علاء عبد العال بيسخن طبعا 16 ضرب عادل مأمور وعادل مأمور قال للحكم ما حسبش الفاول غير لما زعق عادل ولازم يبعد 10 يردات دول 4 يردات معروفين يعني لما تبقى جوه خط الباكات بيرضى واحده جمال عبد الحميد علاء نصر ابراهيم طلع ونزل علاء عبد العال علاء عبد العال عبد العال ترجع ورا طويلة نص الملعب مع فريق الجيش بيديها الباك اليمين والباك اليمين بيرجعها على الخط وتتلعب قدام بيرجعها فريق الزمالك جمال عبد الحميد بياخدها ويديها لعلاء علاء اللي لسه نازل مشي من واحد لكن الباك الثاني غطى وبياخدها منه وتطلع بره اوت علاء عبد العال نزل بدل نصر وحمادة عبد اللطيف نزل بدال جمال عبد الله وباقي على ساعة 13 دقيقة على انتهاء المباراة والنتيجة 1-1 الكرة بينقلها حلو قوي لأيمن يونس وأيمن يونس بيديها من ورا الباك لطارق لكن مشتركة جدا الباك خدها فعلا وهو اللي لعبها وحش وأيمن يونس سابها لأشرف على مهلك راح صغيرة خلاص راح جول بيلعبها تطلع بره اوت في نص ملعب الزمالك يبقى الاوت بتاع الزمالك في تغيير في فريق الجيش كرة بتتلعب طويلة سعيد الجدي بيلعبها اطول منها عند طارق يحيى تيجي لجمال يلعبها بدماغه ياخدها حمدي وحسينة تاني بيرجعها اشرف هشام يكن
احمد رمزي طويله قوي. احمد رمزي في ايد الجول مش للفراودته، بيلعبها صغير قوي. الجول للباك اللي قدامه وطويله قدام، بترجع بره. لسه لسه صلاح سايبها بره، صلاح حارسها اهي. اللي اهو اللي اداها ضربه حره مباشره كان زي كده. سعيد الجدي ويديها لمحمد صلاح عشان يرمي الاوت، رجعها ورا سعيد. وسعيد شاط طويله قدام، بترجع الونج اليمين بيلعبها كويس وتصليحه يخطفها الزمالك ويرجعها ورا الى عادل مأمور. عادل مأمور طويله قدام لطارق، وطارق بيلعبها حلوه في الدايره الايمن وترجع الى جمال عبد الحميد. بيطلعوا لقدام بيلعبها ورا سعيد الجدي، نقلتين ثلاثة. محمد صلاح ليه؟ جمال الظاهر عاوزين يطلعوا كده ولا ايه؟ بتتلعب للشمال. بره في رايه وفي صفار بتاعت الزمالك. يا اخي 9 دقايق على ساعتي انا وحلوه. مش ايمن يونس من 2 وطولت، وتاني عنده فرصه. اوفسايد 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 في رايه وفي صفاره خالص. اوفسايد 4 5 ياردات. عادل مأمور لعبها، لا تطول، ياخدها فريق الجيش ويشترك. فاول على الزمالك على علاء. اتلعبت لهم على خط السنتر الوينج الشمال وبيطلع حمد عبد اللطيف بيخش ياخدها. حمد عبد اللطيف فاول على حماد. اتلعبت اوام، خدها صلاح واداها لجمال. راح طويله قدام، بترجع ورا. حاسب 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 ما ترجعش ورا، في واحد تعبها قدام. ايمن يونس بتروح و بتتلعب طويله قدام، بيجري جمال. جمال عبد الحميد بيجري ناحيه الشمال وعاوز يلاقي حد، ما اداش اداها راحت منه. خدها الباك هات وخد، وبيديها الونج اليمين بتاعهم. ماشي الونج اليمين، الباك اليمين طلع، الباك اليمين طلع لقدام ودخل عليه طارق يحيى. رجعوها ورا ورجعها للسنتر حسينة، وحسينة طويلة قدام. اللعبة اللي بيلعبوها تملي، تروح للزمالك. توقيفة لعلاء طويلة قدام، مش لحد مش لحد، ترجع على طول علينا. ده مش لحد، بترجع علينا على طول. اهو الدور ده فاضي واحد، وبيدي ايمن يونس، بيدي طارق بعيد قوي. ما يمكنش ما يمكنش تطلع بره، تطلع بره اوت. الاوت اتلعبت. طويله قدام
بيلعبوها في النص زي ما بيلعبوها. اوعى تدي، كان خايف ليدي ورا لانه في واحد كان ماسك عادل مأمور وبرضه بيرجعه ورا، وان في واحد منهم تملي جد. امسك يا عادل، امسك يا عادل. لعبة عادل طويلة داخل، اللعب كله في النص هنا وهنا وهنا، وفاول على الزمالك. اتلعبت اوام للونج اليمين، طلعوها بره فريق الزمالك. على ساعتي فاضل 6 دقائق، النتيجه في صالح الجيش الملكي 1-0. ولو طلعوا بالنتيجه زي ما قلت لكم هتتلعب ضربات الجزاء، لكن برضه ما بينتهيش الماتش غير لما بيصفر الحكم الصفاره النهائيه. بيقلب ايمن وبيصلح علشان يشوط، بيعدل يشوط يطلعها فريق الزمالك. مفيش حد قدام من فريق الزمالك، محدش قدام. عملوا زي اول هاف تايم ولا ايه؟ ترجع تاني اللعبه، يعني الدفاع هيفضل كده، هو يطلع 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 يطلع. اه ما هو طبعا اخر دقيقه الحكم هيدي ضربه حره مباشره خارج منطقه الجزاء بيرضي تاني. هو لازم نهجم، ليه احنا ما جبتش جول في 6 دقايق دي؟ الله، ما هو كل اللعبه الطويله اللي تيجي علينا لا نطلعها نديها لهم لتبقى فاول، والحكم قاعد يتلكم. فاول بره خط الاريا من ناحيه اليمين باربع يردات، بيصلحها هو نمره 3. وعادل مأمور واقف وفي حيطه ونط من عليها واتلعبت، بيطلعها فريق الزمالك بسرعه وبيجلي وترجع تاني وبيصلحها وبيشوط يطلعها فريق الزمالك. امسك الكوره بقى نوبه وانقل، نقل نقلتين لجمال وطويله طويله ما لحقهاش، ترجع للجول حميد. طويلة عند احمد رمزي، بيلعب احمد رمزي لكن السيد بياخدها وياخدها كويس قوي 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 قوي، واتلعبت وتتلعب على علاء، وعلاء لجمال عبد الحميد عاوز يدي طارق، ما تروحش، تروح في النص ويقع في الارض ولسه ما امشي قاعد اهو في الارض، وتتلعب طويلة توصل لعادل مأمور. باقي حوالي 3 دقائق على انتهاء المباراة، والنتيجة في صالح الجيش 1-0. وبينقل ياخدها أيمن، العب بقى قدام طارق ويديها لجمال عبد الحميد، وجمال عبد الحميد هيدي علاء، وعلاء عبد العال بيرقص ويخش ويلعبها الى اشرف قاسم، واشرف قاسم بيلعبها تتصد وترجع له ويدي علاء، علاء بس بعيده مشتركه، خدها خدها منه. فاول على علاء. حميد تاني مع الزمالك، يطلعها ايمن يونس، تطلع قدام طارق بالعرض، بيطلعها الباك وتاني بياخدها. خش وياه، خش وياه حماده عبد اللطيف قدام مستني حماده، خش يا حماده بقى اهي جت قريبه منك، خدها السنتر هاف اداها على يمينه، وتاني بيتلعب. امشي امشي، ادى طارق مدي اوف سايد مع انه الراجل مغطيه ب10 يردات، انا قصاده بقى والراجل اللابس احمر مغطيه على الاقل ب10 يردات، لكن اللاين مان يعني مدي طارق يحيى. اقول ايه، ما انا ما بتكلمش عن الحكام، انا قصي ابدا يعني. تلعب قدام
ياخدها عادل مأمور. طويلة لعبة عادل. هلاعب العال تيجي في دماغه وتروح بره، تروح بره قوي. اوت منه. لعبها الباك. طويلة قدام بترجع على الزمالك. خد يا حمادة. حمادة عبد اللطيف اداها حلوة قوي لعلاء، وعلاء اداها جمال عبد الحميد بيديها لعلاء تاني، وعلاء طالع ناحية اليمين لسه معاه الكورة بيلعبها بالعرض، بتاخدها الباك بدماغه سهل جدا. باقي ثواني على انتهاء المباراة، والكورة معاهم في نص الملعب، بيخش بتتنقل، بيخش عمال عبد اللطيف بياخدها وتروح إلى علاء، وعلاء لحمادة عبد اللطيف، راحت من حمادة عبد اللطيف يرجع ياخدها تاني ويقع في الأرض وياخدها الهاف منه ويمشي ويمشي، بتلعب من وراه ويخش طارق، وتلعب من ورا طارق كفاح كل كرة من الفريقين على بقى ده وده وده، وعارفين ان فاضل ثانية والوقت الاصلي خلص على ساعتي انا، وبيلعبوا في الوقت الضائع. وبدي فاول على مصر في على فريق الزمالك، واتلعبت اوام بيطلعها كورنر، كورنر طلعها فريق الزمالك كورنر في اخر في الوقت الضائع، كورنر في الوقت الضائع ناحية اليمين. هيلعبها بشماله عشان تعمل سكرو، واتلعبت عالية خطرة بتطلع بره بيطلعها الزمالك، فاول في صالح الزمالك. طالع علاء. لازم يبعد اللاعب عشان يرضاد. اداها علاء اما لسعيد الجدعي، يتلعب الى حمادة عبد اللطيف، شابها حلوة قوي وطلع من بويا العلاء عبد العال، وقال له انا بلعبها بالعرض يا طارق. بعيد طارق، فرصة كانت كبيرة. معلش معلش، بنلعب بقالنا دقيقتين في الوقت الضائع، دقيقتين في الوقت الضائع، وتاني بياخدها فريق الزمالك. واشرف قاسم تنقلها الى نقلتين. جمال حلوه، امشي امشي. لا، لكن هياخدها ويديها لطارق. ايمن يونس مشي، ايمن يونس مشي ويطلعها الباك اليمين بره قوي. صفر الحكم وانتهت الشوطين المباراة بفوز الجيش الملكي 1-0. ما اقولش انتهت المباراة، انتوا عارفين ليه؟ لان مصر الماتش اللي اتلعب في مصر الزمالك كسبان 1-0، الماتش ده اتلعب الجيش الملكي كسبان 1-0. فالوقتي هنلعب ضربات الجزاء، اهو الجيش الملكي 1 والزمالك 0، والزمالك كان غالب 1 هناك، وهنلعب ضربات الجزاء. كريم كمارا لسه بيعمل القرعة، محمد صلاح اهو والكابتن بتاعهم اهو، وبيجيب الفلوس
واختار الجول ده وبيكلم نمرة ثلاثة نمرة خمسة. نمرة خمسة حمدي عالجول ده. الجول بتاعهم احنا هنشوط الاول. الزمالك هيشوط الاول. اول واحدة للزمالك. طارق يحيى هو اللي ماسك الكورة ومستني اشارة الحكم عشان يروح. لسه في نص الملعب. اهو طارق يحيى بينطى الكرة شمال ويمين وعلى ركبته. وطارق يحيى هو اللي جاب الجول في القاهرة يوم ماتش الزمالك والجيش في الدور قبل النهائي المباراة الأولى. خد طارق يحيى الكرة وماشي على ما قاله الحكم واللاين مان رايحين. حميد وقف الجول. زي ما عمل حميد في القاهرة راح مسك الكورة وعمل نفس الحركة. طارق يحيى خدها بعديه وبيصلح الحتة اللي هيشوط بعدها وحطها. وقف حميد على الخط وهيصفر الحكم. الأربعين ألف بيصفروا لطارق يحيى وصفر الحكم. وطارق جوه الجول. جوه الجول. 1-0 لسه لأول لعبة. الجيش طارق يحيى 1 عاد المأمور رايح يقف. طارق يحيى بتتعاد وبيحطها على يمين الجول. حلوة 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 في السقف فوق. قوية وفي السقف. هيشوط بيصلح الكوره بتاعته وراجع لورا. حميد واقف على الخط والحكم صفر ودخل جوه الجول. اثنين لمصر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كل المصريين اللي هنا اللي جايين حوالي 100 نفر في الثلاث رحلات اللي بقول عليهم بيبوسوا الكوره. اشرف قاسم ده عادل مامور واقف ولعبتهم الثانيه داخل جوه الجول. يبقى 1 للجيش 2 للزمالك لغايه دلوقتي. 2 للزمالك 1 للجيش. اهو حطها رخرة حلوة قوي في السقف على شمال عادل مامور. اللي جاب الاولاني طارق يحيى والتاني اشرف قاسم محمد صلاح. محمد صلاح هيشوط التالت. محمد صلاح هيشوط التالت. محمد صلاح الجول فضل واقف بره لحد محمد صلاح ما يحطها وقال للحكم خليه يحط الكره الاول. محمد صلاح
بيرجع ورا صفر الحكم وصدها ثلاثة صابوا جبنا اثنين صدها جول عادل مامور داخل يقف في الجول اللعبة الثالثة للجيش اثنين لمصر واحد لهم ودي التالتة لهم تالت شوطة لهم دخل جوه جول تبقى اثنين ثلاث شوطات هنا وثلاث شوطات هنا واثنين لاثنين لطيف هيشوط الرابعة اثنين اهو علي افطاي شايفينها انا حمادة عبد اللطيف اهو اثنين لغاية دلوقتي للجيش ثلاثة لمصر طارق يحيى جاب الاولاني اشرف جاب الثاني صلاح صدت لعبته الثالثة حمادة عبد اللطيف جاب الثالث فادي المامور رايح يقف في الجول هيشوطوا الشوطة الرابعة لهم اثنين لغاية دلوقتي داخل وشعر ثلاثة متعدين لغاية دلوقتي ثلاثة سعيد الجدي الملك ثلاثة الزمالك ثلاثة وسعيد الجدعي بيعدل الكورة الحكم هيرجع حاله في نص النقطة يعدلها هو حطها سعيد الجدعي الخمسة خامس لاعب داخل سعيد لطيف جابها سعيد الجدي الصدر ف
دول الخمسه بتوع مصر. اللعبه دي توقف عليها نتيجه الماتش. اذا جابوها يبقى هرلك للزمالك وطلع من الدور قبل النهائي، اذا جابوهاش يعملوا ايه؟ ياخدوا واحد من هنا وواحد من هنا تاني. ويبداوا بالزمالك الاول وبعدين التاني. فتتوقف على اللعبه اللي جايه دي مين اللي يطلع الى الدور النهائي لابطال الدوري لافريقيا. الزمالك بطل الدوري انتوا عارفين، وكان بيعمل 3-3، لكن اللعبه دي بتاعتهم. عادل مأمور ماشي على مهله هناك رايح للجول، واللعبه دي تتوقف عليها نتيجه المباراه زي ما قلت لك. اذا جت جول يبقى الجيش كسب 4-3 ويبقى يطلع للدور قبل النهائي. اذا راحت وصدها الجول عادل او تردد يبقى هياخدوا 1-1. الامير عبد الله في الرباط، والى اللقاء.